هلا اذا مشينا من هذا الموديل بس بدي احكي شويه اشياء عن اللي موجودين هون. هلا ستيت الكوبر لوسز، لاحظوا انه بي ستيت الكوبر لوسز بتساوي بير فيز راح تكون اي 1 سكوير ار 1. طيب بير 3 فيز شو راح تصير؟ 3 اذا هاي ستيت الكوبر لوسز راح تكون بي اس سي ال 3 اي 1 سكوير ار 1. طيب بالطبع هلا هون هذول عندي لوسز كمان مش هيك هون، او راح تكون هذه اللي تتحول، هاي راح تتحول لباور وهذه مقاومه. قديش راح تكون الكونفرتد باور من هاي؟ كانها الباور اللي ضاعت في المقاومه مش هيك؟ هي ما ضاعت، هي تحولت لميكانيكال. كيف ممكن احسب الباور اللي في المقاومه هاي؟ ايش تعريف الباور؟ اي 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 هون عندي اي 2 سكوير مش هيك؟ في ار 2 في واحد وفي ثلاثة، هاي تعطيني الباور كونفرتد مضبوط؟ كونفرتد باور هي كأنها الباور اللي راحت من هاي الريزستر، هاي الريزستر هي تخيلية مش حقيقية، بس هاي الكونفرتد باور. الكونفرتد باور شو تعريفها؟ ايش هي الكونفرتد باور؟ اللي تتحول من الكتريكال لميكانيكال في الروتر، هاي هي الباور هذه اللي بتعطيني الاندوس توك. لاحظوا هاي الباور ايش راح يروح منها قبل ما انها تطلع على برا؟ الفريكشن والويندج حتى يلف هذا المحرك راح يروح منها شوي، يعني هاي الكونفرتد باور الان راح اطرح منها الباور فريكشنال ويندج اللي هي حتى الف المحرك، واذا في عندي سترين لوسز راح تعطيني بي اوت اللي هي الباور اللي جاهزه تطلع على الشاط، جاهزه اعمل فيها اشياء احرك فيها اشياء، بس انا لازم اطرح منها الفريكشنال ويندج عشان يلف عندي المحرك مضبوط؟ اذا هاي الكونفرتد باور اللي موجوده هون. طيب قديش الروتر كوبر لوسز؟ كيف ممكن احسب الروتر كوبر لوسز؟ ار 2 تمام. اذا ايش قديش قيمتها راح تكون؟ 3 لانه هذه بير فيز اي 2 سكوير ار 2. لو جمعت الروتر كوبر لوسز مع الكونفرتد باور ايش بتعطيني؟ باور اير جاب باور تمام احسن. باور اير جاب بتساوي الروتر كوبر لوسز زائد الباور كونفرتد. يعني احنا عمالنا نحكي انه الباور الماجنتيك فورم رح تكون بتروح من الروتر من الستيتر للروتر مش هيك؟ عمالها بتمر عبر الاير جاب سميناها اير جاب باور بعد ما راحت الكور لوسز والاشياء هاي. هلا لما وصلت الروتر رح تنقسم لقسمين مضبوط؟ قسم ايش بيعمل؟ الروتر كوبر لوسز والقسم الثاني بصير كونفرتد. اذا هاي زائد هاي، طب هذول الاثنين لو جمعناهم شو بعطوني الان؟ عندي 3 اي 2 سكوير ار 2 زائد 3 اي 2 سكوير ار 2 بس ايش مضروب؟ كويس 1 ماينس اس على اس 6 بطلع 3 اي سكوير ار 2 برا شو بضل عندي جوا؟ 1 زائد 1 ماينس اس على اس. قديش 1 زائد 1 ماينس اس على اس بتعطيني؟ 1 عباره عن ايش؟ اس على اس اس على اس زائد 1 ماينس اس على اس بتعطيني 1 على اس، فبتصير هاي بتساوي 3i2 سكوير r2 على وهي اللي هي الباور ترجع. وبلاحظوا من هون واضح انه هاي كانها رجعنا للمقاومه الاصليه اللي هي r2 على s اللي اعطتنا الباور هاي الموجوده.